اثنين. يجسد الفنان علاء عساف شخصية فارس ابن زعيم حارث العمارة في مسلسل البيئة الشامية شوارع الشام العتيقة، والذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك، وهو من تأليفه وإخراج غزوان قهوجي، ومن إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي ضمن مشروع خبز الحياة بإشراف المخرج زياد جريوس. هون احنا عم نحاول نظهر الشام بشكل عقلاني بتوجه رايح نحو تحرر المرأة نوعا ما، بتوجه رايح نحو فعلا ناس بتحس، ناس بتقول في مشاعر إنسانية عم نحاول نحن نقدمها، مشاعر إنسانية عم نحاول نقدمها بحدوتة شامية. دوري دور فارس ابن زعيم الحي، أحد المحاور الأساسية بهذا المسلسل، له نمط تفكير معين، رايح نمط التفكير خلينا نقول نحو توعوية معينة، رسالة توعوية إنه في ناس بتفكر، في ناس بتقول، في ناس عم تحاول تصنع شيء نتيجة مؤامرات بيتعرض لها، بحيد عن الطريق، بيوصل لنهاية خلينا نقول مسرحية نوعا ما، مأساوية خلينا نقول مأساوية. مشروع خبز الحياة أنا وجهة نظري الشخصية كان مشروع منصف خلينا نقول للأكترية، أعطى فرص لشباب، في شباب صار له فترة قاعدة حقيقة يعني عم نستنى فرصة شغل. الكتابة فعلا أنا حرضت عليها نتيجة أني أنا عم يعني بآخر كم سنة افتقدنا فعلا النصوص الجيدة، افتقدنا مسلسلات مثل المسلسلات اللي كانت قبل، ما بعرف ليش في قلة بالمسلسلات الجيدة، الكتاب المناح شوي، طبعا في كتاب مناح هلا بس أقل بكتير من العدد اللي كان عم يصدر الدراما بطريقة منيحة، فعم نحاول نوعا ما انه نقول هل نستطيع انه نحن نوعا ما يكون لنا بصمة بهي القصة ولا لا، بس المشروع الأساسي هو مشروع تمثيل.